الذكاء الاصطناعي بور لي كونطابل وعلاش خدمناه؟ دوبي 2016 دخلنا في لو دومين تاع لو ديفلوبمون ويب. من هذاك العام وحنا نشوفوا بزاف تشالنج ومشاكل في لا جيستيون دونتربريز. سي بور سا خدمنا فاتورا، لو لوجيسيال دو جيستيون كوميرسيال المخصص للشركات الصغيره والمتوسطه. اليوم اكثر من 500 شركه وافقتنا الراي وراهي تخدم فاتورا كل يوم. مالغي هاد لا سوليسيون مازالوا عندنا بزاف مشاكل في لا كومونيكاسيون مع لي كونطابل تاعنا. بزاف لي زابيل، بزاف لي ايميل، وما كان لا نهضروا على الوقت اللي راح نستناوه باش ريسيرفيو لي ديكلاراسيون تاعنا. علاش؟ باسكو كل دوكيومون نعطيوه لهم يعاودوا ينيميريزيوه مانيوالمون. هاد الشيء اللي راح يضيع لنا بزاف وقت. اليوم راني سعيد باش نقدم لكم فاتوره كونطا، لا بلاتفورم اللي رايحه تكونيكتي الشركات مع لي كونطابل تاعهم. رايحه تسهل عليكم الاتصال ورايحه تحول كل لي فاكتور اي لي بون تاعكم اون كونط كونطابل غراس على الانتيليجنس ارتيفيسيال. راكم حابين تجربوها؟ اليوم سجلوا في konta.fatura.app وتجربوا القفزه في عالم المحاسباتيه في عصر الذكاء الاصطناعي.